للبلاك ستارس الغاني. ترجع الكرة مرة أخرى كتالونية، كرة البلاو جرانا، الصمت الذي يسبق العاصفة، الكل يتأمل ينتظر في مرتقب الدقائق في كرة قادمة عن طريق البلاو جرانا. البارسا في التيكي تاكا، كرة ليو ميسي، ميسي سعدت، جولاسو جولاسو جولاسو، كي جولاسو ذا دريم تيم، ليو 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 ميسي والنيل اللي الله. مش ممكن على كرة الهدف، مش ممكن على الدخلة الأسطورية، مش ممكن في دخلة قوية تشتعل مدرجات نيو كامب. الميلان صفر برشلونة جول، كيكو لاسو يا أرجنتيني، شوف يلعب، شوف يلمسها يضربها يركنها، أبيات يتفرج على كرة سحرية، على كرة لاتينية قادمة من الروزاريو. عنوانها ميسي، شعارها إبداع، غايتها تهديف وروحها إمتاع. جول 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 جول، بارسا ونو ميلان سيرو، 1-0 من أول كورة وحلها. قلتولك من الأول البارسا يلزم يقبلش، الميلان يرمي يسجل. بين هذا وذاك نتعرف الليلة على هوية المتأهل. ترجع كورة مرة أخرى، الوقت مع تناسي، تعال جول أطلو ميسي، اللي ضيع يقبل، اللي ضيع يقبل، اذبحهم اذبحهم السفاح، اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاستيكو ليو، جولاتو ديل بارسلونا، الهدف الثاني للبارسا. في صبر في الشوط الاول، ما يرحمش ما يرحمش ما يسمحش. ليو ميسي، ليو ميسي يرجع يضرب، يرجع القناص، يرجع ولد الروزاريو، يرجع الرجل الثوري بثورية تشي جيفارا، ويسجل ثاني الاهداف. الارجنتين جابت 5-6 اساطير، 6 رجال في الاسطورة، اولهم مارادونا، ثانيهم فانجيو الفورمولا 1، ثالثهم جيفارا، رابعهم بيرون، خامسهم سباتيني الجميلة، وسادسهم الاروع والاجمل بلغة الاقدام، رجل يحكم بكل الاحكام، رجل هو السلطان، هو الفنان. هدف اهدافه لا ترد، تسديدات وما تتشدش ما تتصدش. وينك يا بياتي؟ يبعد على متساس، يعطيه 10 سنتي، يخلق منها هدف، يخلق منها كورة، يخلق منها جول. تتمادى تتهادى، تزين شباك ميلان وتعادل سكور لبرشلونة. ميسي غير العادة، ميسي غير الميسي. انيستا انيستا، ميسي والدفاع، زاباتا زاباتا يخرج كورة لكن الدفاع يتصدى. ترجع الكرة كتالونية، تشافي، والهدف الثالث، نعم الهدف الثالث، الثالث 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 من المرابية. يرجع العجوبة، يرجع المعجزة، ليتكلم، لينطق بلغة الهداف، بحاسة الهداف، بشم الهداف. يسجل على يمين أبياتي في نفس توقيت هدف انيستا الثالث تقرير العام الماضي. تشتعل مدرجات الكامب نو، تشتعل مدرجات الكامب نو. التسعر ديال بارسا وصيحة تيفية تعطيك فكرة على التحدي الكتالوني، تعطيك فكرة على المباراة وأهميتها للبرشلونة. البرسا لم يمت، البرسا يمرض ولا يموت، البرسا يا عزيزي يعبر مثل الناس بالإنفلونزا ولكن بالمناعة الطبيعية بدون أنتبيوتك. يرجع البرسا يضرب، يرجع البرسا يمتع، يرجع البرسا يسجل في لغة إقناع، في ليلة إبداع، في سهرة إمتاع، في ليلة من ليالي كبيرة وخالدة في كرة قدم الكتالان. أن تخسر بهدفين من الطليان، أن تهزم في شكل شفناه، يعرف فيها الفيس، يعاود كونتر آخر، والرابع 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 عن طريق جوردي ألبا بالأربعة. يا بيكي صدقت، يا بيكي راجل، يا بيكي كلامك صحيح، يا بيكي 4-0 في الكونتر اتاك اللي رناه، في البولتو اللي شفناه، في الهدف اللي قلناه، اللي حكيناه، اللي رويناه في نظري بين ثنايا الضمير، ولكن يتجسم في الواقع بالذات الهدف الرابع لجوردي ألبا. البارسا بقوة قاسية على الميلان ولكن مستحقة للكتالان. ادراجاو، اد النيل الكتالوني يعود. هنا كرة تقطع، مش معقول، هذه كرة تتلعب من فوق وتبحث على راس، الكرة ترجع، ميسي يستنى، الباش والكسيس سانشيز يوزع، الدفاع يغلط، مونتوليفو ما يلمسهاش، وجوردي المو
المهاجم اليساري الهداف يسجل رابع الهداف، يسجل رابع الهداف. واحدة اثنين ثلاثة، أرجنتينية المنشا، تشيلية الباس، تهديفية لاروخا الماتادور، جولاثو ديل برشلونة، الكوارتو ديل برشلونة، الكاليفيكاسيون ديل برشلونة. أربعة أربعة أربعة، والكرة ترجع خلاص، والآن تسد